طب والحل ايه؟ انا 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 عارف ان عايز المسابقات خلصت والناس بتلعب في اليورو وبيلعبوا في كوبا خلاص. لا ده انت في مشكله كبيره بقى دي هنفتح ليها بس يعني هنفتح لها مجال الفتره اللي جايه. ده احنا داخلين على اولمبيات بالمناسبه يعني، وفي لعيبه المفروض تتاخد من فرق بتصارع او فرق بتنافس تروح لمنتخب مصر الاولمبي بالمناسبه. لا اكتر من لعيبه هتاجل. لا مش مالكش حق. مالكش حق ازاي؟ على فكره البطوله او دوره الاولمبيات مش من حق اي نادي ياخد اللعيب، مش اي منتخب يعني، مش المنتخب مش بيجبر الانديه ياخد لعيبته. ما عشان كده بقول لك دي مشكله هنخشها. افرض مثلا نادي الزمالك الزمالك عنده حسام عبد المجيد وعنده ثلاثه، والاهلي عنده الاهلي مثلا عنده نص الملعب مثلا وممكن كريم الدبيس. هتلاقي بقى ده انت كمان عندك انديه من اللي بتصارع، بيراميدز عنده ابراهيم صابر وعنده بينافس على الدوري. فانا اقصد انه هنخش في حكايه يعني احنا لسه بس ما دخلناش. ده كله بسبب ايه؟ انه الدوري هيخلص في اغسطس. هو ده اللي بنتكلم فيه. المانع بقى المانع ان انت في الفترات اللي هي كانت بتتاخد للزمالك يعني، بلاش الاهلي خالص، للزمالك اسبوع وثمان ايام وتسع ايام ايقافات، كنت تزرع له ماتش بين الاثنين دول. ايه المانع؟ هو ايه المشكله؟ انت ليه عملتها مش هتقول لي الزمالك مش هيوافق؟ مش بمزاجك يعني، ده الزمالك او النادي الاهلي. بقول لك او النادي الاهلي لو فاضل له 8 ايام هيقول لك انا انا بمثل مصر، انا بمثل كذا. بعد اذنك هو احنا مش بني ادمين؟ وكنا بنلعب كنت بتتاجلك الماتشات دي؟ لا كنت بلعب كل 3 ايام. كل 3 ايام احنا مش بشر يعني؟ ولا احنا مش ولا احنا جايين من كوكب تاني؟ لا احنا زيكم. ايوه ما بيرضوش. مين اللي ما بيرضاش؟ لا مش بمزاجك يا كريم. يجي يقول لك الجمله الشهيره جدا، مصلحه كره القدم المصريه، احنا بننافس لتشريف كره القدم المصريه. هو احنا ما كناش بننافس كريم؟ كريم هو احنا ما كناش بننافس في الكره المصريه؟ نفسه قال لك انا الدوري الانجليزي انا بشفق على اللعيبه بتاعت ليفربول. طبعا يعني هو نفسه قال لك بالظبط، قال لك انا بشفق. طب ما احنا برضو دولت برضو بشر وفي اختلاف، ما هو برضو احنا بنشفق على النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيخش في كذا بطوله عشان في الاخر يجي له موارد علشان يبقى معاه فلوس. وانا بقول لك ما تخش الاخر لازم تخش، بس هو بيقول لك بس يقول لك العب. انت دلوقتي البطوله الدوري المصري بتاخد منها كام؟ بتاخد منها برضو. بس حسن فاهم غلط كابتن حسن. كابتن حسن فاهم غلط. معلش بقى انا هتفق مع كابتن طارق في النقطه دي مهمه جدا. لعب ليه مثلا؟ ما تلعب بقى كل البطولات. طب ما كولر الماتش اللي فات يا كريم لو اتفرج على المؤتمر بتاعه هو قال لك مش كل لعيب اجي العبه بقاله ماتش ولا اتنين ما يلعبش، يجي يلعب لي وحش وفي الاخر يقول لك انا عايز العب. ما في الاخر يا كريم اللعيبه اللي معاك مش نفس العقليه اللي موجوده كانت زمان، ان انا لما اخد الفرصه اموت نفسي عشان افضل موجود وافضل اساسي. برضه دي مش بتاعت انا كنادي ولا ودي كمان. معلش انا هنا بقى هلعب دور تاني خالص. ايوه انت بتيجي تلومني انا كلجنه مسابقات وتقول لي اصل الجدول ضيق وانتوا عاملين لي زي ايه لي ماتشات، وكل ما تيجي تلعب في افريقيا. على فكره الزمالك كان ليه موقف بالمناسبه، الاهلي ليه مواقف طبعا في تاجيلات وحاجات عشان خاطر انه بيمثل مصر فعلا وبيشرف مصر. الزمالك برده كان الكونفدراليه عنده ماتشين مودرن فيوتشر في القاهره وكان في وسطيهم بلد المحله، والزمالك طلب تاجيله عشان يريح. يعني انا اقصد انه هم احيانا في البدايات تلاقي مثلا ايه في شويه ايه ما تديني ديت فبيدوها له، وده غلط ان هو يديها له ما دام في لائحه 72 ساعه قبل المباراه في مصر ما تاجلش. خلاص ما تاجلش بس بيديها له عشان برضو ايه ما يتقالش ان احنا عاندنا الانديه المصريه. وتيجي بعد كده الانديه دي اهلي او زمالك هم اللي يجوا في اخر الموسم يقول لك حرام عليكم ضغطنا ليه وثلاث ايام طبعا احنا كلنا يعني بنلوم دايما على لجنه المسابقات. قلت حاجه دلوقتي وبعد كده رحت قايل ايه؟ ما في 30 لعيب وفي كذا. ما في الاخر اي حد عايز يعلق شماعه او عايز يقول للناس ان انا مقصر ولا ادي اداء وحش انا الاجهاد. هي الكلمه دي دلوقتي بقت ماشيه من زمان يا جماعه. حسن بعد اذنك حسن عشان بس الكلام يا جماعه يبقى كلام عقلاني للناس. ما ترجعني لزمان. طب ما احنا كنا بني ادمين يا جماعه اقسم بالله وبنلعب كل 3 ايام. مش بس كده بقى، لو كنت بتلعب كل 3 ايام ده في تطور في اجهزه الاستشفاء، ولا كان في استشفاء ولا كان في ثلج ولا كان في غرف ولا في حاجه بقى. الحاجات الحديثه دي كلها اللي اللعيبه بتروحها. ده في دلوقتي اجهزه بتحطها في رجلك ترجعك زيرو. ترجعك زيرو. حلوه دي بالظبط. يعني الناس بقى انتوا الناس بتهزر بجد، اقسم بجد بتهزر. طب انا برضه هرجع برضه اقول لك، طب ما هو الدوري الانجليزي اللي عندهم تغمض عين 600 جهاز بيبقى اساسا اكتر من تحليل وعنده كذا وبيشتكوا بس لا يجرؤ نادي انه يطلب تاجيل ماتش. كده بنهزر. لا يجرؤ نادي. طب خلاص يا كريم يبقى انا اشتكي. ما طبعا اشتكي. انا مثلا لما الاهلي يجي يقول لي انا مرهق اقول له لا انت بتهزر مش مرهق. لا مرهق طبعا. عايز اسالك سؤال، هو الداخليه وفاركو والشرق والفرقه دي هي اللي عامله المشكله في الدوري؟ هي اللي بتاجل لها الماتشات؟
هم مين اللي بيتأجل له الماتشات؟ الأهلي والزمالك. طيب ما هم اللي بيطلبوا. يبقى الناس يعني خلينا نتكلم، هم اللي بيطلبوا احنا عايزين نأجل، عايزين نعمل عشان بيخشوا بطولات أفريقيا. لو أنت عامل جدول من الأول تقول أنا النادي الأهلي هيعمل 1-2-3 على الزمالك 1-2-3 ويمشي الدنيا على ده ودوت، يبقى خلاص امسك بعد إذنك الحتة دي يا كريم بعد إذنك. أنت بتقول دلوقتي، بتقول لو حاطط جدول مستقر، إن أنا شفت الدوري الإنجليزي محطوط 360 يوم كامل بالزبط. كامل الفترة دي لحد من بداية الدوري لنهاية الدوري، الماتشات متسقطة عندك يا عم حسن، ماشي؟ صح كده؟ طيب اعمل لي كده في مصر، وحط لي ترتيب ماتشات وسقط بينهم ماتشات افريقيا، الزمالك بيلعب في الكونفدرالية، الاهلي بيلعب في بطولة افريقيا، وحط لائحة نو واي مفيش تأجيل ماتش. هتسافر الهند، هتسافر الصين، مش بتاعتي. انا كاتحاد كورة وكلجنة مسابقات وكرابطة اندية، مش بتاعتي. انت قابل بالكلام ده من المسابقة بأول يوم، اهلا وسهلا. مش قابل، اعتذر من دلوقتي، قول انا مش داخل الدوري ده. يعني ما هو ملهاش حلول تانية، عشان خاطر نبقى دوري محترم، نبقى دوري لينا قيمتنا، ما يبقاش بجد. انت بيزعلك انه ان الدوري ما يطلعش للعامه، لكل الناس، مش بس في مصر، الا بالشكل المحترم هو ده الجميل. هو ده اللي انا عايزه، طبعاً مش اكتر من كده. احنا متفقين على ده.